انا جبت تليفون ايفون 7 جبته ب 2500 جنيه. نفس التليفون ده انا تتبعت رحلته عن طريق التاجر اللي بيجيبه من مصر هنا. التاجر ده بيسلمه لحد في الصين وبيجيبه له، وهتلاقوه يا اما بيبيعه بدون كرتونه يقول لك بس عشان الجمارك، هو الجهاز ملوش كرتونه اصلا، يا اما بيجمع له كرتونه هنا وبيجي الجهاز. وموجوده الاجهزه دي في مصر، ولازم نحذر منها لانك بتاخد جهاز مستعمل بقاله 3 سنين او 4 سنين. يعني اصلا ايفون 7 نازل دلوقتي احنا في ثالث سنه ليه تقريبا، او ممكن تقريبا رابع سنه. فانت ممكن تاخد جهاز شغال بقاله 4 سنين وانت جايبه بتقول لسه يا هادي، بتفتح الجهاز تشغله فبيجي ب 2000 ونص ويتباع ب 8000 جنيه، مكسب خيالي طبعا. طب في اصلا مواقع اونلاين مثلا يعني معتمده او حاجه مثلا الناس تثق فيها ان هي تشتري من عليها تليفون ما يكونش مضروب او ما يكونش؟ بصي، المواقع اللي هي اونلاين مش عارف صح ان انا اقول اسامي، بس هي مواقع معروفه للناس، فيها مشكله مش في المواقع نفسها. المواقع دي بتسمح للتاجر انه يعرض عندها. فانا كمحمد مثلا راجل نصاب عايز ابيع، بخش احط السلعه بتاعتي على موقع، وانتي بتخشي كمستخدمه بتطلبي السلعه، هو ما بيعملش حاجه، بيجي ياخدها مني مغلفه، والسلعه بتروح للعميل. العميل مش فاهم، اشترى بالثقه بتاعته في المكان اللي هو اشترى منه. يعني خلينا نقول الاسم، هو احنا ما بنغلطش في حد، سوق.com مثلا. انا اشتريت سوق.com اسم كبير، بس محمد بيبيع جوه سوق.com غلط، فانا هخش في جدال ونزاع عقبال ما سوق يتكلم وياخد الموبايل مني ويكشف عليه ويشوف. وممكن اكتشف بعد 3 شهور فسوق ما يرضاش يرجع لي، اكتشف بعد شهر، اكتشف بعد شهر ونص، هخش في لغط كبير جدا. فالاونلاين انا ما بفضلوش في الماركات في الارقام الكبيره، يعني تليفونات اللي هي ب 1000 وب 2000 مش حدش هيعمل فيها لعب، لكن تليفون ب 17 18 الف جنيه انا انزل اروح عند البياع وافتح لي الكرتونه وجرب لي التليفون واديني فاتوره ضريبيه وحقي كله كامل مكمل اخده وبعدين امشي. ده انا بدفع رقم كبير. فدي نقطه مهمه. في نقطه بس هضيفها عشان انت اثرتي نقطه مهمه جدا، دي ناس بتقع فيها. وفي مواقع بتنزل شركه كذا كذا واحنا بنبيع الموبايلات، ويروح منزل 1500 جنيه في ثمن التليفون وتبعتي حضرتك دي، يقول لك لازم تدفع ديبوزيت خلاص، وبيحط ناس تكتب له كومنتات كل حاجه. تدفع الديبوزيت، بعد شهر بيقفل الصفحه او بعد اسبوعين ثلاثه بيقفل الصفحه بعد ما لم الديبوزيت من الناس. وده حصل كتير قوي، وعاده كان بيبقى عشان تركزوا في الاعلانات، هتلاقوا ان هي كان الشركه بتفتح في اماكن مش في القاهره، هو ما بيحاولش يديك مكان في القاهره، بتلاقيه راس صدر، تور سينا، اللي هو صعب تروح. وعشان كده احنا عشان نشحن لك لازم تدفع ثمن الشحن، فبيلم 300 جنيه. لو لم من 1000 واحد ولم ربع مليون جنيه في شهر وقفل وفتح صفحه ثانيه ويبقى شاري صفحه عليها ريتش. كمشتري لازم اخد بالي كويس قوي من الشركه اللي انا، ده اساسي، اللي انا رايح اشتري منها ده اساسي. وانا شايف ان بنسبه 90% اي تليفون هتخطى ثمنه 4 او 5000 جنيه يعني على اقصى تقدير 7000 جنيه انزل اشتريه قدام عينك، ما تشتريهوش اونلاين. ده يعني هيزعل الناس. بنسبه كام في المية الاكسسوارز بتاعت الموبايل اللي هي الاكسسوارز الغاليه فيك او مزيفه برضه زي الموبايلات؟ والله بصي، لا يعني في فكره المكان بنسبه 90% بتبقى كويسه في حسب المكان. يعني في ناس ما تقدرش تعمل كده، الناس اللي بتحافظ على سمعتها، الناس اللي بتحافظ على ده هتلاقيها سليمه. ولكن في اختبارات للتليفون. في الابل مثلا انا دلوقتي لو الاكسسوارز مش سليمه بتبان لان التليفون بعد فتره بيرفض الشحن بيها. ولكن انا بفضل اللي بيشتري ابل، وابل بتقدم الخدمه دي ومن حقك وببلاش، لو اشتريت تليفون اطلع بيه على عندك 3 اثرايزد ريسيلر لابل في مصر. هم ما عندناش وكيل للاسف لابل، ولكن عندنا اثرايزد ريسيلر او حد مصرح له بان هو يتداول تليفونات ابل. خد التليفون واطلع على الوكيل، مش هتتكلف اكتر من نص ساعه، ده مبلغ كبير، وروح قول له لو سمحت اكد لي ان كل حاجه جوه الكرتونه دي اوريجينال. كده انت ضمنت ان حاجتك اوريجينال، بعد كده بقى اي مشاكل تانية تتحل. لان في مشكله تانية الناس ما بتاخدش بالها منها سريعه كده في تليفونات ابل مثلا. انا لو شاري تليفون من اليابان او من الصين او من اي دوله في الفار ايست، في شرق اسيا، ما اقدرش اسلمه في ابل هنا يتصلح. الفار ايست جوه الفار ايست، كندا لكندا. فانت ممكن تيجي تشتري تليفون، ودي قصه تانية خالص، تشتري تليفون ابل جاي من اليابان وتشتريه بسعر اقل 1500 جنيه، جيت بعد شهر التليفون حصل فيه اي مشكله. لو انت معاك تليفون طبيعي عادي بتروح تسلمه، بعد شهر بتستلم تليفون جديد. انما في الحاله دي هيقول لك ماليش دعوه، روح وديه اليابان. فعشان كده بقول لك من اول يوم اطلع على ابل هيطلع لك اي خبايا انت مش فاهمها. وكذلك بقيه التليفونات سواء سامسونج، هواوي، اي حاجه، اطلع على الوكيل مش هيقول لك لا، وما يقدرش يقول لك لا. قول له لو سمحت انا عاوز اتاكد ان التليفون ده اوريجينال، عايز اتاكد ان الاكسسوارز اللي جوه التليفون اوريجينال، عايز اعرف التليفون ده
اتفتح ولا هو بيوصل كابل. ده اسهل طريق بقى يعرف لك التليفون ده تاريخ حياته من يوم ما اتولد عامل ازاي.